قانون ولائحة خاصة بيه غير امبارح وهذا اليوم التاريخي 28 سبتمبر 2018. فمن هنا جاية أهمية هذا اليوم اللي كان مهم جدا لكل أعضاء النادي الأهلي. الكثير من اعضاء الجمعيه العموميه بالنادي الاهلي يعني توافدوا على النادي بشكل اكثر من رائع. احنا قلنا ايه، وصل عدد الناس اللي ادلوا باصواتهم في لائحه النظام الاساسي بالنادي الاهلي 16138 عضو عامل بالنادي الاهلي. رقم مش قليل خالص، يعني رقم جيد جدا بما انها او بما ان الموضوع خاص باللائحه. الجميل كمان ان اعضاء النادي الاهلي كان عندهم الوعي الكامل بأهمية تواجدهم في النادي وأهمية تصويتهم على لائحة النظام الأساسي. عايز أشكر طبعا كل أعضاء النادي الأهلي. النادي الأهلي أكيد بيشكر كل أعضائه اللي قاموا أو أدوا واجبهم تجاه النادي بالتصويت على هذه اللائحة. في ناس قالت آه، ودول عددهم بالظبط 13921، دول اللي وافقوا على اللائحة، يعني بنسبة 87% من إجمالي أعداد الأصوات اللي كانت متواجدة في النادي الأهلي امبارح. طبعا دول الأصوات الصحيحة. الأصوات الباطلة يعني في البداية 13921 دول اللي قالوا آه من ضمن الأصوات الصحيحة. الأصوات الباطلة 139 صوت. لكن لازم برضو نشكر الناس اللي راحت قالت لا، دول كان ممكن ما يروحوش خالص ويكبروا دماغهم ومش انا كده كده هقول لا فما تواجدش في النادي وكلام من ده. الناس دي اكيد قرت اللائحه، اكيد شافت ان في بعض البنود بالنسبه لهم من وجهه نظرهم هم ما كانتش مهمه جدا او ما كانتش مناسبه للائحه النظام الاساسي النادي الاهلي. لكن يشكروا بصراحه ان هم صمموا على الذهاب والتواجد في النادي الاهلي علشان حتى يقولوا لا على لائحه النظام الاساسي. دي وجهه نظرهم وتحترم، هم اعضاء في النادي الاهلي واكيد هدفهم الاول والاخير مصلحه النادي الاهلي. لكن الميزه في القصه كلها ان النادي الاهلي خلاص بقى عنده لائحه، الناس اللي عايزه تغير بعض البنود في اللائحه دي ممكن في المستقبل ان شاء الله من خلال التواصل مع مجلس اداره سواء اللي موجود دلوقتي او غيره يكون في بعض التعديلات، وخصوصا ان كانت في مبادره اكثر من رائعه كلنا عارفينها ان مجلس اداره النادي الاهلي يعني اشترك في عمل هذه اللائحه مع اعضاء الجمعيه العموميه بالنادي الاهلي ومع كل جمهور النادي الاهلي. وزي ما احنا عارفين كان في بريد الكتروني على مدار شهر ونص تقريبا فاتوا، كان الهم الاول والاخير لكل جمهور النادي الاهلي والاعضاء ان هم يشاركوا في هذه اللائحه، وده كان شيء مهم جدا وحاجه ما بتحصلش كده غير في النادي الاهلي. فطبعا شيء كان مميز جدا من قبل اعضاء الجمعيه العموميه بالنادي الاهلي وقبليهم كان مجلس اداره النادي الاهلي اللي خد القرار ده ان هو يكون في اقتراحات تجيله، في تعديلات تجيله بشان مشروع اللائحه في البدايه. بعديها طبعا تم صيغه هذه اللائحه بشكل نهائي من قبل القانونيين طبعا اللي موجودين ومن قبل اللجان وكل الناس اللي ساهموا في هذا الدور المهم جدا بالنادي الاهلي. كل فئات امبارح كانوا موجودين، اعمار كبيره، شباب، الشباب بصراحه ليهم دور كبير جدا 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 في اقرار هذه اللائحه. المهم في الاخر النادي الاهلي خلاص تخلص من اللائحه الاسترشاديه وبقى عنده لائحه خاصه بيه يمشي من خلالها خلال المرحله المقبله. يمكن حد كان بيقول لي وانا جاي في الطريق كده ان في حد طلع امبارح قال 200 واحد تقريبا اللي راحوا لائحه او راحوا الجمعيه العموميه بالنسبه للنادي الاهلي، ممكن يكون هو كان نايم مثلا مغيب مش واخد باله، ونعذره برده لان الحاجات دي ما بتحصلش في اي نادي تاني غير النادي الاهلي. نتمنى كل الانديه يمشوا بهذا الحزم، يمشوا بهذه الامور اللي النادي الاهلي بيمشي بيها علشان ان شاء الله يهمنا جدا مش النادي الاهلي بس اللي يكون دايما يعني في تقدم، لا احنا عايزين كل انديه مصر ان شاء الله، زمالك، اسماعيلي، كل الانديه ان شاء الله يكونوا متقدمين بشكل كبير جدا ويكون عندهم اللائحه الخاصه بيهم، خصوصا ان قانون الرياضه الجديد سمح لكل نادي ان هو يعمل لائحه خاصه بيه. جزئيه كانت مهمه جدا كان لازم نبتدي بيها الحلقه النهارده، مبروك لكل اعضاء وجمهور النادي الاهلي ان خلاص عندنا لائحه خاصه بالنادي. النهارده كمان في شيء مهم جدا ومباراه مهمه جدا الساعه 6:30، مباراه ليفربول وتشيلسي في ملعب ستانفورد بريدج بتاع تشيلسي. مباراه هتكون قويه جدا، احنا عارفين ان من 3 ايام كان في مباراه اخرى ما بين ليفربول وتشيلسي في الانفيلد، ليفربول قدر تشيلسي قدر ان هو يفوز بنتيجه 2-1 كان في كاس الرابطه الانجليزيه. بالتالي مباراة النهارده في بطولة البريمير ليج في الدوري الانجليزي الممتاز، مباراة هتكون قوية جدا، صلاح اكيد متواجد في هذه المباراة، ليفربول ماشيين بشكل اكثر من رائع في بطولة الدوري حتى الان، 6 انتصارات متتالية أول مرة تقريبا تحصل في تاريخ ليفربول، ان هم كمان يحققوا 7 انتصارات بما فيهم انتصار باريس سان جيرمان في الشامبيونز ليج. فعشان كده اكيد هتكون مباراة مهمة جدا. تشيلسي حقق 5 انتصارات وتعادل في مباراة أخيرة كانت امام فريق ويست هام،
فبالتالي هو عنده دافع قوي جدا خصوصا بيلعب على ارضه ان هو يفوز في هذه المباراه، وان شاء الله ده ما يحصلش لان كلنا طبعا بنسرد محمد صلاح نجمنا المصري. من هنا جايه اهميه هذه المباراه. طيب نبتدي نخش في حلقتنا بقى كده واحده واحده. النهارده هيكون معانا ضيفنا العزيز الاستاذ لطفي السعان الناقد الرياضي المعروف، وهنتكلم في العديد من الامور الخاصه بالكره المصريه والنادي الاهلي والكره العالميه كمان. وايضا خليني افكركم ان احنا متواصلين معاكم من خلال صفحات النادي الاهلي المختلفه على السوشيال ميديا، سواء فيسبوك او تويتر او انستغرام. السؤال هو خاص برايك او تقول ايه في او للجمعيه العموميه بالنادي الاهلي بعد اعتماد اللائحه الخاصه بالنادي الاهلي، ده السؤال الاول. السؤال الثاني على طول، توقعاتك لمباراه النهارده ما بين ليفربول وتشيلسي، اكيد مستنيين تفاعلكم مهم جدا معانا خلال حلقه النهارده. طيب يلا نخش في العناوين. اهم العناوين النهارده، الخطيب يوجه الشكر لأعضاء الجمعية العمومية. الخطيب يوم تاريخي، الأهلوية كتبوا المستقبل لأولادهم. أعضاء الأهلي قالوا نعم للائحة الأهلي الجديدة وإنهاء العمل بالاسترشادية. أعضاء الأهلي يقرون اللائحة الجديدة في جمعية عمومية بروح الفانيلا الحمراء. 16138 عضو صوتوا في جمعية إقرار دستور الأهلي. 87% من أصوات الجمعية العمومية صوتوا بإقرار لائحة الأهلي. بعد رباعية النجمة، الأهلي يفتح صفحة الأميرة الأفريقية. طبعا يعني أكيد مش ناسين مباراة غاية في الأهمية، حلم يعني قرب شوية للأهلاوية إن شاء الله، مباراة الأهلي ووفاق السيف الجزائري. مباراة الذهاب إن شاء الله هتكون في مصر في ملعب السلام الساعة 9 يوم الثلاث. مباراة هتكون مهمة جدا إن شاء الله، النادي الأهلي حقق نتيجة جيدة، يعني حتى لو كسبنا 1-0 هيبقى فرص حلوة على فكرة. المباراة دي ما بتخلصش بنتائج كبيرة، مباراة شمال أفريقيا، فبالتالي إن شاء الله استعدادات متواصلة ومهمة جدا من قبل اللاعبين والجهاز الفني من خلال التدريبات اللي ابتدوها النهاردة بعد ما خلاص أغلقوا صفحة البطولة العربية والتفوق الرائع اللي حققوه على فريق النجمة اللبناني بنتيجة 4-1 هناك في لبنان. طبعا كانت مباراة أكثر من رائعة وأداء أكثر من رائع بالنسبة للنادي الأهلي والجهاز الفني. إن شاء الله نتمنى لهم المواصلة في هذا الطريق الجيد وطريق الانتصارات اللي بيعيش فيه النادي الأهلي خلال الفترة الحالية. إن شاء الله بإذن الله أكيد هتكون شيء مهم جدا بالنسبة لجمهور النادي الأهلي إن هم يتخطوا عقبة فريق وفاق ستيف عشان نتأهل للنهائي إن شاء الله، والنادي الأهلي من ثم يحقق بطولة دوري أبطال أفريقيا غايبة عننا بقالها فترة، قربت بإذن الله قربت. طيب هنروح ليه يا جماعة؟ طيب خلينا نروح نشوف في إعلان نتيجة اللائحة امبارح وكلمة كمان الأسطورة الكابتن محمود الخطيب، يلا بينا. يسعدني أن أكون بينكم اليوم لمتابعة تنفيذ إجراءات الجمعية العمومية الغير عادية لإقرار لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي، وقد صار اليوم كأفضل ما يكون من حيث التنظيم والانضباط وروح التعاون التي شملت الجميع بدءا من السادة مسؤولي وموظفي الشباب والرياضة والسادة موظفي النادي والسادة أعضاء الجمعية العمومية الذين شرفنا بوجودهم. والشكر موصول أيضا للسادة أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي الذين شملونا بحسن الضيافة والاستقبال هذا، وقد بلغ عدد الأعضاء الموقعين الحاضرين اليوم بكشوف الجمعية العمومية عدد 16138 عضوا، وقد شرعنا بعد إغلاق باب التصويت وبدء إجراءات فرز بطاقات الاقتراع باستبعاد الباطل منها، فبلغ عدد الأصوات الباطلة 139،
وأصبحت عدد الأصوات الصحيحة 15,999 صوت. وقد صوت لصالح إقرار اللائحة المعروضة على الجمعية العمومية عدد 13,000 13,921 صوت بنسبة 87%، في حين صوت ضد اللائحة المعروضة على الجمعية العمومية عدد 2078 صوت بنسبة 13%. وعليه فإن الجمعية العمومية للنادي الأهلي قد أقرت اليوم لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي. خالص التهنئة للسيد رئيس النادي الكابتن محمود الخطيب والسادة أعضاء مجلس إدارة النادي وجماهيره في مصر والعالم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا يوم اكيد كان سعيد جدا لكل الاهلاويه. هنروح نشوف كمان نشوف الكابتن بيبو قال ايه، بس قبل ما نروح للكابتن بيبو يعني انا ناس كتير كانت بتحكي لي على كابتن بيبو اسطورته ومهاراته. انا ما شفتش طبعا كابتن بيبو وهو بيلعب كره في الملعب، والدي بالذات يعني بصراحه كان بيحكي لي دايما الراجل ده بيعمل حاجات غريبه جدا بالكوره وبتاع وكده. فاه طبعا لعيب كويس ولعيب كبير واكيد كابتن خطيب اسطوره وبتاع، بس امبارح انا شفت مشهد بصراحه يعني ما استوعبتوش. مناديل الراجل بينطط بيها يعني بينطط المناديل مش عارف ازاي، لا وبيطلعها في ايده كمان وبعد كده. لو اللقطه دي جاهزه يا بيبو معانا يا ريت تجيبها بصراحه، لقطه كويسه جدا. طيب قبل ما يجهزها بيبو هنرجع نتكلم عليها. طيب نروح نشوف اهي اللقطه اهي معانا. بص سبحان الله سبحان الله، لا بجد ايه ده، ادي واحد اثنين ثلاثه وبعد كده الرابعه في ايده، واحد اثنين ثلاثه الرابعه في ايده. لا بصراحه انا صدق يعني انا عارف ان هو اسطوره كبيره بس كنتش عارف ان الدرجه دي. طيب نروح نشوف نقول نشوف طبعا اسطوره النادي الاهلي قال ايه امبارح بعد اقرار لائحه النظام الاساسي للنادي الاهلي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. حقيقه يمكن في مشاعر كده الواحد ما بيقدرش يوصفها، لكن في البدايه في شكر لازم اتقدم بيه لبعض الناس الحقيقه اللي هم كانوا بالنسبه لنا النهارده قيمه كبيره جدا. وعايز ابتدي بالساده القضاه الحقيقه ان هم عملوا مجهود كبير جدا جدا النهارده. وكمان عايز اشكر اللجنه الاولمبيه، لان اللجنه الاولمبيه الفتره اللي فاتت يعني طلعت معانا على كل بنود اللائحه، بشكرهم جدا ادونا من وقتهم كتير واحنا كنا حريصين على ده عشان يكون دايما اي حاجه النادي الاهلي بيعملها تكون شيء قانوني وضمن اللوائح والميثاق الاولمبي. في كمان شكر انا يمكن اللي انا شايفه النهارده هي احتفاليه سببها الرئيس الحقيقه الاداره التنفيذيه بتاعه النادي الاهلي، من المدير التنفيذي لغايه أصغر عامل في النادي الأهلي، كل واحد كان ليه دور في المظاهرة اللي احنا شفناها النهاردة. واحنا يجب أن يكون النادي الأهلي باستمرار بهذا الشكل إن شاء الله. كمان مش هقدر إن أنا أنكر أبدا دور الأمن، لأن الحقيقة الأمن كان ليهم دور كبير جدا النهاردة في سهولة وخروج الناس، وده الحاجة اللي برضو اللي ساعدت كتير جدا في نجاح هذه الجمعية. كمان عايز أذكر الحقيقة زمايلي في أعضاء مجلس الإدارة كلهم، كل واحد فيهم الحقيقة النهاردة قدم في خلال الفترة اللي فاتت قدم الواجب عليه. إن إذا كانت الأعضاء انتخبونا فانتخبونا لأنهم كلهم عندهم ثقة فينا، ويجب إن إحنا نكون أهل لهذه الثقة، ويجب إن كل واحد كلنا يشتغل الفترة القادمة كلها
زي ما قلنا قبل كده قبل الانتخابات بروح الفانيلا الحمراء. هو ده النادي الاهلي. اللي بيسعدني كمان بقى في النتيجه دي وفي اقرار النظام الاساسي، وعايز اقول لحضراتكم من 99 سنه، من 99 سنه بالتحديد في سنه 1919 كانت اول جمعيه عموميه للنادي الاهلي، وتم اقرار لائحه النادي الاهلي فيها. يعني 1908 كانت لائحه كده بتحط ضوابط اللوائح، لكن 1919 كانت اول لائحه، وكان بالنسبه لنا شيء تاريخي. النهارده هو يوم تاريخي، بعد 99 سنه حضراتكم وجميع اعضاء الجمعيه العموميه كلهم شاركوا في هذا الحدث التاريخي. وهنا بقى يجي الدور او يجي الشكر الموصول الدائم بالنسبه للجمعيه العموميه. اعضاء الجمعيه العموميه احنا مش لاقيين كلام او عاجزين عن لاقي كلام نشكركم بيه، سواء اللي حضر او اللي ما حضرش، سواء اللي كان موافق او اللي كان له وجهه نظر اخرى. هو ده النادي الاهلي، هو ده يجب جميعا نشتغل بهذه الروح. ولكن كمان الشيء المهم ان انا النهارده شفته المظاهره حقيقي، يعني زي اللي شفته في الانتخابات، مظاهره حب في النادي الاهلي مش في اشخاص. يا جماعه النهارده اللي احنا شفناه في جو حر جدا، شفناه من كبار السن، شفناه من الاطفال، من السيدات، من الرجال، الناس كلها بقلب وبحب وبانتماء جايه لناديها. هو ده النادي الاهلي، وهي دي عظمه النادي الاهلي، ولازم كلنا نكون فاهمين هذا الكلام. النهارده مثلا حضراتكم ما تعرفوش انه في شخص منكم واقف وسطيكم دلوقتي وهو جاي في اتوبيس داس على رجليه، راح وتعالج ورجع كمل، يعني رجع كمل ووقف وخدم. الحاجه اللي انا عايز برضو ما تفوتنيش اشكرها حاجتين كمان، فعلا بشكر جدا اعضاء الجمعيه العموميه اللي هم النهارده اقروا لائحتهم، النهارده امنوا، خدوا بالكم الكلام انا بقوله ده كويس، امنوا النادي الاهلي ودعموا النادي الاهلي وحموا النادي الاهلي. حضراتكم النهارده بتحموا النادي الاهلي. الحاجه الثانيه كمان في حقيقه يعني جهه بتشتغل معانا كل انتخابات وكل جمعيات، وهي الجهه الاداريه. الجهه الاداريه النهارده ليها دور كبير جدا جدا في نجاح اليوم ده. الجهه الاداريه النهارده عملت مجهود كبير جدا، يعني الحقيقه مدير الاداريه بالسيد الدكتور اشرف كان ليهم دور كبير جدا في نجاح المنظومه بتاعتنا النهارده. الحاجه اللي انا عايز اختم بيها وهو الشباب الحقيقه يعني بقى لهم شهر لازم نفخر بده، لازم كلكم تفخروا بالكلام ده. شبابنا شباب النادي الاهلي بقى لهم اكتر من شهر شغالين، ولا واحد فيهم بيتقاضى جنيه ولا عايز منصب ولا عايز حاجه، هو بس بيحب وبينتمي، وعشان كده هو بيشتغل. يا جماعه الشغل اللي من وراه الحب والانتماء ده، هو ده الشغل، هو ده. ملهمش هدف، بس انا عايز يكون ليهم هدف، وعايز كل واحد فيهم يتطلع انه يكون في مناصب. النادي الاهلي محتاج نوعيه من الشباب ده، لازم النادي الاولاد دولت لازم يكون ليهم قيادات جايه ان شاء الله. في النهايه انا بكرر شكر للجميع، اخص بالشكر طبعا جميع اعضاء الجمعيه العموميه، وتاني بكرر شكر للساده القضاه الحقيقه اللي قاموا بدور كبير جدا معانا، وان شاء الله احنا بنبتدي بقى لمستقبل جديد باذن الله. اعضاء الجمعيه العموميه هي اللي كتبت المستقبل ده، وباذن الله نكون عند حسن الظن ونمشي بقى المستقبل ونروح جيه باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا اكيد يوم كان مهم جدا، وكلام كمان مهم جدا جدا من كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، وبالتحديد عايز اخد من اخر كلامه وحديثه عن الشباب، وقال عايزهم
يبقى ليهم هدف. يعني هم ممكن بيشتغلوا دلوقتي متطوعين في خدمة النادي الأهلي، همهم الأول الأساسي النادي الأهلي يفضل فوق يعني، ويفضل فوق الجميع طبعا، جميع كل أبنائه زي ما احنا متعودين. لكن قال لهم عايزهم يبقوا بمعنى كده اصح، يبقوا طماعين شويه ان هم ياخدوا مناصب في النادي الاهلي، لان فعلا النادي الاهلي اكيد بيحاول دايما يربي كوادر تقدر تقود النادي لقادم السنوات والاجيال البعيده المقبله ان شاء الله. فكلام اكيد كان مهم جدا من الكابتن محمود الخطيب، اسطوره النادي الاهلي ورئيس النادي الاهلي. طيب يلا بينا نروح نشوف اهم العناوين اللي اتكتبت عن النادي الاهلي في صحف النهارده. الأهرام: الجمعية العمومية للأهلي تعتمد لائحة النظام الأساسي بنسبة 87%، 16,000 حضروا للمقر الرئيسي و 13,921 وافقوا على اللائحة الجديدة. أخبار اليوم: الجمعية العمومية للأهلي توافق على لائحة النظام الأساسي في احتفالية تاريخية، الخطيب فخور بأعضاء القلعة الحمراء ودائما الأهلي في الصدارة. الأخبار المسائي: دستور الأهلي العمومية تعتمد اللائحة الجديدة بحضور 16,000 عضو. المساء: أعضاء الأهلي قالوا نعم للائحة بيبو، 87% وافقوا على دستور النادي، ومظاهرة حب بروح الفنانة الحمراء، الخطيب يوم تاريخي الأهلوية كاتبوا المستقبل لأولادهم. هي مش لائحة بيبو يا جماعة، هي لائحة النادي الأهلي. المصري اليوم: نجوم الكرة بالأهلي يشاركون في عمومية اللائحة الجديدة، أنديل الأعضاء قدموا نموذجا متميزا للوجه الحضاري للنادي، والجرحي اللائحة خرجت للنور بتوافق الأغلبية. الأهرام: الأهلي يسعد العرب في ليلة لبنان، ليلة لبنانية جميلة، فوز كبير على النجمة، كارتيرون أطمأن على مؤمن وشريف وحمدي، ويوسف يعلن انتهاء عقوبة ناصر قبل موقعة وفاق سيف. أخبار اليوم: مكاسب بالجملة بعد رباعية النجمة اللبناني. المصري اليوم: انفراجة في أزمة مؤمن زكريا مع القلعة الحمراء، اللاعب أبدأ استعداده للتجديد، ولجنة الكرة تجتمع معاه بعد مواجهة توفاق ستيف، رباعية النجم ترفع معنويات اللاعبين، وكارتيرون حققت مكاسب عديدة من المباراة. الأخبار المسائي: الأهلي يعود للصفحة الأفريقية، الفريق يبدأ الاستعداد لستيف، وصدمة بسبب العقوبة. مهم موضوع العقوبة. الأهرام: الأهلي يدرس الاستئناف ضد عقوبة الكاف لدى المحكمة الرياضية. المساء: محمد يوسف: الأهلي يذاكر وفاق ستيف، الفريق يتدرب اليوم ومهام خاصة لأزارو، وماهر يعود في المباراة. الجمهورية: ستيف يسقط قبل مواجهة الأهلي. طبعا مكاسب عديدة للنادي الأهلي زي ما قالت أخبار اليوم، بعد طبعا الفوز على فريق النجم اللبناني بنتيجة 4-1 في مباراة الإياب هناك في بيروت. والنادي الأهلي بصراحة عمل مباراة سواء من حيث الأداء أو من حيث النتيجة، مباراة أكثر من رائعة، حتى لو المنافس طبعا مكان الاحترام ليه وكل أشقائنا اللبنانيين، المنافس ممكن ما يكونش قوي قوي أو مش مستوى النادي الأهلي، وده يمكن اللي اعترف بيه كابتن فريق النجم اللبناني. لكن برضو في مكاسب كبيرة جدا بالنسبة للنادي الأهلي من هذه المباراة، وهو إشراك بعض العناصر اللي ممكن ما كانتش بتشارك لفترات كبيرة. أيضا عندك مؤمن زكريا شارك كأساسي، محمد شريف، أحمد حمدي، اللي إن شاء الله يكون مكسب مهم جدا بالنسبة للنادي الأهلي. فطبعا زي ما احنا عارفين مكاسب كتيرة جدا للنادي الأهلي من خلال هذه المباراة، وده نفس الكلام برضو اللي قالته الأهرام. يمكن ضافوا خبر هو خاص عقوبة ناصر ماهر قبل موقعة وفاق ستيف، خلاص العقوبة انتهت، العقوبة الإدارية وعقوبة الإيقاف، لكن هو خلاص دلوقتي متاح بالنسبة لمستر باتريس كارترون إن هو لو عايز يختاره حسب الرؤية الفنية الخاصة بمستر باتريس كارترون في مباراة وفاق ستيف، دي خلاص بقت حاجة فنية، لكن خلاص اترفع الإيقاف عن ناصر ماهر، وأكيد درس هو اتعلم منه جيد جدا. المصري اليوم: قالوا ان في انفراجه في ازمه مؤمن زكريا. مين يا جماعه ما يتمناش ان هو يجدد للنادي الاهلي؟ يعني انت واحد دلوقتي مؤمن طبعا لعيب كبير جدا ومهم جدا، لكن خلاص يعني عملت تاريخ مع النادي الاهلي، ناقص لك بطوله دوري ابطال افريقيا يا مؤمن، وتبقى حققت كل البطولات مع النادي الاهلي.
فطبيعي جدا ان انت تكون بتفكر انك تجدد النادي الاهلي، حتى لو ما جددتش النادي الاهلي، النادي الاهلي ما وقفش على لعيب، لكن مؤمن زكريا اكيد لاعب مهم، نتمنى له كل التوفيق خلال الفتره المقبله مع النادي الاهلي، وهو يعني خلاص قرب ان هو يجدد بالفعل مع النادي الاهلي. قصه العقوبه واللي قالها الاخبار المسائي، في صدمه يمكن من العقوبه دي، لكن الصدمه يعني في كيفيه توقيع العقوبه على النادي الاهلي، يعني كله خلاص عارف الكواليس وكله واخد باله، لكن الاهم والرساله اللي لازم كل جمهور النادي الاهلي يعرفها، الناس بتحاول توقع النادي، يعني مش النادي يعني فريق الكوره بالذات، خلينا نتكلم عن فريق الكوره، الناس بتحاول توقع فريق الكوره، خصوصا ان هو ماشي بشكل يعني جيد جدا في مختلف البطولات العربيه، دوري ابطال افريقيا، فمش عايزين ندي الفرصه لحد لكده. العقوبه مع ايقاف التنفيذ، ان مش هيكون في مباراتين على ارض النادي الاهلي من غير، او هيكون في مباراتين على ارض النادي الاهلي من غير جمهور لو الموضوع اتكرر تاني، ده بالاضافه ل 20,000 دولار غرامه على النادي الاهلي بسبب الهتافات اللي حصلت. لكن الاهم يا جمهور النادي الاهلي، عايزين دايما نشجع الفريق، هدفنا واحد هو تحقيق بطوله دوري ابطال افريقيا، نشتغل على القصه دي، نشجع اللاعبين، عندنا ماتش وفاق ستيف، ده ماتش صعب جدا جدا، كل الفرق اللي بنقابلها في شمال افريقيا بتبقى مباريات صعبه جدا، فاحنا خلاص ناقصنا خطوتين وناخد البطوله، لا نركز بقى في الحته دي، ما نديش فرصه لحد يخلينا ما نحضرش ماتش مثلا، ممكن النهائي ما نحضروش، يعني جمهور النادي الاهلي ما يحضرش مباراه نهائيه هنا، تبقى موضوع صعب جدا، محتاجين لجمهور النادي الاهلي، محتاجين لجمهور النادي الاهلي ان هو يشجع فريقه في ارض الملعب، الاحترام الكامل لكل الشخصيات بشكل عام، مش عايزين نتطرق لامور ممكن تعوق النادي الاهلي عن تحقيق هدفه، وده الاهم دايما بالنسبه ل النادي الاهلي. طيب حلو قوي، خلينا نروح لفايز مجدي مراسل قناه النادي الاهلي والمتواجد في مقر النادي الاهلي في الجزيره، علشان يطمنا على مران النادي الاهلي النهارده واللي استأنف خلاص تدريباته استعدادا لمباراه وفاق ستيف. يا فايز مساء الفل عليك. مساء الفل زميلي امير هشام، بنتشرف طبعا بيك وكل مشاهدي قناه الاهلي. تمام، طمني يا فايز على التمرين النهارده واستعدادات النادي الاهلي للمباراه. هو اولا دلوقتي احنا عايزين نعرف الجمهور ان الفريق طبعا اغلق صفحه البطوله العربيه بعد الفوز على النجم اللبناني برباعيه. تمام. واستعد حاليا لملاقات وفاق اسطيف الجزائري يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله. ابتدى التدريب بالظبط الساعه 5:10. ابتدى التدريب بمحاضره للاعبين في وسط الملعب لاعطاء طبعا النصائح للاعبين والتوجيهات من قبل طبعا بدرس كارترون المدير الفني والكابتن محمد يوسف القائم باعمال مدير الكره. تمام. بعد كده تم الجري حوالين الملعب والفريق، هو الفريق طبعا انا عايز برضه اوضح حاجه ان الفريق الحمد لله كامل ما عدا طبعا جونيور اغايم. طبعا. واتكلمت مع الدكتور خالد محمود. طبعا. المسؤول طبيب الفريق طبعا، الجهاز الطبي طبعا، رئيس الجهاز الطبي للفريق. اطمنت منه على سعد سمير وعن هيلحق سعد يا فايز؟ قال لك هيلحق؟ قال لي هيلحق سعد ومروان محسن. تمام. وميدو جابر لسه هيشوف بعد التدريب. شكوك حوالين ميدو جابر. لسه هيشوف، هيعرفني بعد التدريب. السولية بره المباراه. ها بالظبط، لكن عمرو السولية مش هيلحق. تمام عمرو السولية مش هيلحق. طيب يعني ان شاء الله نتمنى ان كلهم يكونوا، يعني نحاول بقدر المستطاع يتم تجهيز عدد كبير من اللاعبين عشان الخيارات تبقى مفتوحه لمستر كاترون. اتفضل يا فارس. احنا طمنا على سعد سمير انه ان شاء الله هيلحق المباراه. تمام. هو بالفعل بيتدرب معاهم حاليا. ابتدى طبعا التدريب بالجري حوالين الملعب، وكان الثلاثي الشناوي واكرامي وعلي لطفي معاهم مدرب الحراس مصطفى كمال. تمام. بيجري معاهم حوالين الملعب برضو ايضا معاهم. بعد كده عمل استرتشات واطالات في منتصف الملعب مع الكابتن حسين عبد الدايم مساعد مدرب الاحمال، وبقى خفيف كده بالكوره. تمام. في الملعب هم حاليا لسه برضو في التدريبات التاهيليه مع الكابتن. طيب فايز خليني اقول لك الجديه والتركيز اكيد واضحين بشكل كبير جدا على اللاعبين قبل مباراه مهمه زي جدا هم طبعا زي ما انا قلت لك زميلي امير ان هم قفلوا صفحه البطوله العربيه تماما، مركزين تركيز كبير جدا وواضح جدا للبطوله الافريقيه، وده الاهم طبعا بالنسبه للفريق النادي الاهلي، وهو طبعا الفريق عايز اقول لك ان هو متحفز، يعني الاصرار والعزيمه باين عليهم. اكيد اكيد، حتى التركيز معاهم وهم في منتصف الملعب بياخدوا نصايح من المدير الفني والقائم على الاعمال مدير الكره كابتن محمد يوسف مدرب العالم. اللعيبه في انصات وتركيز جامد جدا طبعا. أكيد. عشان ده طبعا ماتش مهم. تمام. شكرا يا فايز، انا بشكرك شكرا جزيلا على مجهودك الرائع ده، واكيد قلت لنا كل التفاصيل الخاصه بتدريب النادي الاهلي النهارده استعدادا لفريق وفاق ستيف، وزي ما قال فايز كده اكيد التركيز واضح والجديه واضحين جدا على لعيبه النادي الاهلي، هم خلاص اكيد مدركين المرحله اللي فيها النادي الاهلي، قربنا خلاص
خطوه او خطوتين والنادي الاهلي ياخد دوري ابطال افريقيا ويستعيد هذا اللقب الغالي ويضمه للعديد من الالقاب المتواجده في دوريات بطولات النادي الاهلي خلال الفتره الجايه. ان شاء الله كل التوفيق لفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي. طيب يلا نروح نشوف سريعا اخبار النادي الاهلي على المواقع ونرجع مره ثانيه. الأهرام سبورت، الخطيب يوجه الشكر لأعضاء الجمعية العمومية. يلا كورة، الكاف يعلن رسميا عن عقوبات ضد الأهلي بسبب جماهيره. الشروق، كارتيرون يدرس ملف المستبعدين من رحلة لبنان. صدى البلد محمد يوسف، أغلقنا ملف البطولة العربية وتركزنا في مباراة وفاق سطيف. الوطن سبورت، طبيب الأهلي تحسن ملحوظ في حالة أجاييل، إن شاء الله يعود سريعا. بوابة أخبار اليوم، أحمد حمودي يخضع لفحص طبي قبل مران اليوم، حمودي عنده برد فإن شاء الله يتنفس بسرعة. الموقع الرسمي للأهلي، تدريبات بدنية مكثفة للاعبي السلة في تنزانيا. الموقع الرسمي للأهلي، فريق اليد يواصل الاستعدادات لبطولة أفريقيا. طيب عديد من الاخبار اللي اتكتبت عن النادي الاهلي في المواقع الالكترونيه المختلفه النهارده وكلها يعني او معظمها خلاص كلنا اتكلمنا فيها، تحسن حاله او تحسن ملحوظ في حاله اجاييه. احنا كده كده عارفين ان اجاييه خلاص مش مقيد لحد شهر يناير، تم رفع اسمه من القائمه، لكن ان شاء الله يعني في امال ان هو يعود قبل شهر ديسمبر يكون جاهز، يتم تجهيزه على مدار شهر كامل من الناحيه البدنيه كمان عشان يكون لائق مع النادي الاهلي بدايه من يناير. احمد حمودي عنده يمكن برد شويه كده، ما قدرش ان هو يشارك في المباراه الاخيره للنجم اللبناني في البطوله العربيه. ان شاء الله حمودي بعد المباراه الاخيره بالذات، هو لعيب حظه وحش مع النادي الاهلي لكن المباراه الاخيره بصراحه ابتدينا نشوف حمودي كده، نتمنى ان هو يكون سليم ويشارك مع النادي الاهلي عشان هيكون لعيب مهم جدا بالنسبه للنادي الاهلي في المباراه المقبله. خلينا نروح نشوف اهم العناوين الخاصه بمحترفينا في الخارج والاخبار المحليه والاخبار العالميه. البوابه سبورت، رسميا طائره خاصه تنقل المنتخب الى سويسرا اخيرا. بوابه الشروق، اجيري يجتمع مع جهازه الفني لاختيار القائمه المحليه لمواجهه سويسرا. بوابه اخبار اليوم، ابو ريده يضغط لانهاء ازمه عقوبات الكاف. يلا كوره، الكاف يمنح الاتحادات حق تسويق مباريات تصفيات مونديال 2022. صدى البلد اليوم انعقاد الجمعيه العموميه للكاف في شرم الشيخ. اخبار اليوم، صراع عنيف في الانتخابات التكميليه للجبليه. فيتو، اتجاه في الجبليه لعدم طرح مزايده رعايه ملابس المنتخب. الاهرام المسائي، الزمالك افلت من المصيده الكويتيه. الأخبار المسائية، الزمالك يعبر القادسية، الأبيض يتعادل إيجابيا ويتأهل لدور ال 16 للبطولة العربية. اليوم السابع، مكافآت إجادة في الإسماعيلي بعد التأهل لدور ال 16 بالبطولة العربية، مجلس الدرويش يحتج على عدم إذاعة المباراة والفريق يبدأ الاستعداد لمباراة المقاولون. الإسماعيلي يدرس شروط إيهاب جلال لخلافة مضوي. ده من كورة. المساء، قمة البريمير ليج ما فيهاش تهريج. ليفربول يدافع عن الصدارة أمام تشيلسي ومانشستر سيتي متحفز للقفز. المصري اليوم، ليفربول يسعى للصقر من تشيلسي في قمة ستانفورد بريدج. الشروق، صلاح ورفاقه في مهمة سأرية أمام كتيبة تشيلسي. كلوب يسعى لمواصلة حصد العلامة الكاملة في الدوري وصلاح وفيرمينو يعودان لقيادة الهجوم. اليوم السابع، صراع الصدارة يشعل ديربي الريال وأتلتيكو الليلة. سيميوني لا يعرف الهزيمة في البرنابيو بالليجا، وهل تستمر عقدة لوبوتيجي أمام الكبار؟ طيب أخبار أيضا مهمة خاصة بالكرة المحلية والعالمية وكمان أخبار محترفين، لكن يعني طبعا أكيد مبروك نادي الزمالك تأهله للدور 16 من البطولة العربية. طالما فريق مصري بيلعب في البطولة العربية أكيد نتمنى له أيضا كل التوفيق في هذه البطولة. أيضا الإسماعيلي أكيد بنبارك له على الصعود، لكن الإسماعيلي يعني فيه لغز بصراحة، فرقة عندها مقومات لاعبين كويسين جدا، وده بناء على كلام كل الفنيين من الناحية الكروية يعني والفاهمين في الكرة أكيد أكتر مننا بكتير.
لكن في حاجه غلط بصراحه بالنسبه للفريق. ما اعرفش مكافئات الايجاد على ايه، انت كنت كسبانين هنا 2-0 وخسرته هناك 2-0، الاسماعيلي قدر ان هو الحمد لله يفوز ويتاهل بركلات الترجيح. لكن طبعا نتمنى لكل الفرق المصريه المشاركه في البطولات الخارجيه مش المحليه، المحليه احنا نتمنى فوز النادي الاهلي دايما، لكن الخارجيه نتمنى طبعا كل التوفيق للفرق المصريه. طيب ايضا من ضمن الاخبار واللي يمكن اتكلمنا فيها، طبعا الاسماعيلي بالمناسبه بيتفاوض مع كابتن ايهاب جلال المدير الفني السابق لمصر المقاصه والزمالك المتواجد دلوقتي في اهلي طرابلس الليبي لقياده خلافه مضوي وقياده فريق الاسماعيلي. طيب بالنسبه للاخبار المحليه، زي ما احنا عارفين ليفربول يعني كمان ساعه الا خمس دقائق او حاجه هيواجه فريق تشيلسي في مباراه قويه جدا 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 على صداره البريمير ليج. لو تشيلسي فاز لا قدر الله هيبقى الاول، لو ليفربول فاز هيبتعد شويه بالصداره، وده شيء مهم جدا بالنسبه لليفربول، خصوصا ان فريق وجمهور ليفربول بيسعوا ان هم يحققوا هذا اللقب بعد غياب يعني اعتقد 28 سنه برضه، من سنه 90 ما كانوش حققوا البريمير ليج. فالهدف الاساسي بالنسبه لهم هم عندهم ياخدوا الدوري الانجليزي ما ياخدوش الشامبيونز ليج، الاهم بالنسبه لجمهور ليفربول لان بصراحه اصبحت عقده بالنسبه لهم. فلو هم بيطمعوا في كده ان شاء الله يستمروا في الفوز بدايه كمان من مباراه اليوم، وده اكيد هيكون شيء مهم جدا لمحمد صلاح نجمنا المصري ولفريقه بالكامل، واكيد نتمنى لهم كل التوفيق. نروح لفقره السوشيال ميديا. نبداها طبعا باعضاء مجلس اداره النادي الاهلي واللي احتفلوا عبر صفحاتهم بلائحه النظام الاساسي للنادي الاهلي. المهندس خالد مرتجي نشر صوره له وكتب على صفحته على تويتر: ان ينصركم الله فلا غالب لكم، شكرا لاعضاء الجمعيه العموميه المحترمين الذين حرصوا على المشاركه في كتابه دستور ناديهم. ونشر طارق انديل صوره لاعضاء المجلس على تويتر بعد اعلان الموافقه على اللائحه وكتب: فرحه الاهلاويه بدستورهم. ونشرت رانيا علواني على صفحتها على الانستغرام صوره بتقول: الاهلي يرسخ تاريخه. ونشر محمد الجرحي على صفحته على فيسبوك صوره له ولاعضاء مجلس الاداره وكتب: يوم للتاريخ، دستور الاهلي، الاهلي فوق الجميع. كمان كتب محمد سراج على فيسبوك: مفيش حاجه صعبه على الاهلي الحمد لله، بس في حاجات كده الاهلي هو اللي صعب عليها، تصبحوا على نجاح وتحدي جديد ان شاء الله، احلى واجدع اهلاويه رقم واحد. في كلام بين السطور حلو قوي دكتور. نروح لكابتن زكريا ناصف اللي كتب على تويتر: عائله الاهلي ودرس في الديمقراطيه، بالاختلاف بمنتهى التحضر والتجرد، وبالتصويت بمنتهى الحريه وانكار الذات، عائله الاهلي تواصل الحفاظ على الموروثات مهمه كانت الازمات مهما كانت الازمات والتحديات. مبروك لاعضاء وجماهير ومجلس اداره ومجلس الاداره والعاملين والرياضيين وكل من ينتمي للاهلي. نشر الكابتن احمد شوبير على تويتر صوره وهو بيدلي بصوته في الجمعيه العموميه وكتب اثناء الادلاء بصوتي على مشروع لائحه النظام الاساسي للنادي الاهلي: سعيد بمشاركتي في اقرار دستور الاهلي الجديد مع اعضاء النادي الذين لا يتاخرون ابدا عن تلبيه نداء ناديهم ودائما ما يكونون على مستوى المسؤوليه والحدث. وكمان كتب الاعلامي ابراهيم المنيسي على صفحته على تويتر: الدرس الاول، الاهلي قال كلمته. اما اسلام الشاطر نجم الاهلي السابق فكتب على تويتر: ممكن يكون عندي لم يكن عندي ادنى شك من اكتمال النصاب القانوني للجمعيه العموميه للنادي الاهلي للتصويت على لائحه النظام الاساسي، لذلك لم اكتب كلمه واحده في هذا الموضوع رغم كل المعوقات ما قبل هذه الجمعيه، شكرا للجمعيه العموميه للنادي الاهلي، شكرا عائله الاهلي. وكتب الفنان نبيل الحلفاوي القيمة الكبيرة والأهلاوي الكبير على صفحته على تويتر: تهنئة خاصة للنادي الأهلي العظيم على هذا الأداء المحترم من مجلس إدارته الذي بدأ منذ شهور الإخراج لائحة تليق به، والتهنئة موصولة لكل من ساهم في إعداد وتنفيذ يوم التصويت، كبير وقدوة يا أهلي. ونروح دلوقتي لنجم الأهلي وليد سليمان اللي ما شاء الله عليه بصراحة الفترة دي. نشر صورة مع القناص عماد متعب على انستجرام، أحد نجوم النادي الأهلي الكبار جدا عماد متعب، من عيد ميلاد بنات عماد متعب وكتب: عم مصر كلها العمدة عماد متعب. وكمان نشر عمرو السولية صورة من العيد ميلاد من نجوم الأهلي على انستجرام وكتب: عيد ميلاد سعيد تمارا وسيلين. أما أيمن أشرف فكتب على تويتر في ذكرى وفاة والدته وأخيه: ربنا يصبره يا رب أيمن بجد، يعني حاجة صعبة جدا. كتب: زي النهارده من عامين راح اغلى اتنين عندي، بحاول اني انسى علشان اعرف اعيش لكن بتظاهر بده.
ولكن كل يوم بيحصل موقف لازم يفكرني بيهم. كان نفسي أفقد الذاكرة بس الحقيقة أني فاكر كل التفاصيل، وللأسف ما بقتش بحس أي ألم مهما كان. أصلا مفيش ألم أكتر من كده طبعا، وأنا عارف والله أني دي حكمة ربنا وأنا مؤمن بده، بس الفراق صعب قوي. ربنا يرحمهم ويجعل يجعلهم من أهل الجنة. إن لله وإنا إليه راجعون. وإحنا كمان أكيد بندعي ربنا يرحمهم ويصبر كابتن أيمن أشرف على فراقهم. طبعا يعني حاجة صعبة جدا، ربنا يصبرك يا أيمن يا رب. عالميا نشر نجمنا محمد صلاح على صفحته على فيسبوك فيديو من تدريب ليفربول قبل مباراة تشيلسي النهاردة. نروح نشوف الفيديو. بالتوفيق صلاح النهارده ان شاء الله، مباراه قويه يهدف فيها ان شاء الله. يلعب كويس محمد صلاح زي ما احنا متعودين منه دايما. نروح نكمل طبعا اخبار السوشيال ميديا. نشر نجم رونالدينو فيديو على صفحته على انستغرام، فيديو تحت عنوان عليك ان تبقى منتبها دائما. تعالوا نروح نشوف الفيديو لرونالدينو. ده كان معاه بويل طبعا نجم برشلونه. الراجل ما بيضيعش وقت وما بيضيعش فرصه في ان هو يحط كباري. يعني لعيب كبير جدا رونالدينيو، من امهر اللاعبين اللي جم في تاريخ كره القدم. طيب دي كانت فقراتنا النهارده. لسه عندنا فقره غايه في الاهميه جدا مع ضيفنا العزيز استاذ لطفي السعان الناقد الرياضي، عشان نتكلم في العديد والعديد من الامور اللي بتهم الكره المصريه، لكن بعد الفاصل. بجدد التحيه بحضراتكم، وبينضم لي في هذه اللحظات طبعا استاذ لطفي السقعان طبعا الناقد الرياضي الكبير. استاذ لطفي مساء الفل عليك. مساء الفل عليك، وبتمنى لك التوفيق دايما ومن نجاح لنجاح ان شاء الله. ربنا يخليك. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله. الحمد لله. نبتدي منين النهارده؟ حابب نبتدي منين؟ من اي حاجه تحبها. طيب اللائحه امبارح، المظهر الحضاري بصراحه اللي خرجت بيه الجمعيه العموميه الغير عاديه امبارح بالتصويت على لائحه النظام الاساسي من النادي الاهلي، رايك ايه في الشكل امبارح والمظهر اللي انت اكيد تابعته طبعا عن كرة؟ ما فيش شك النادي الاهلي تعود دايما في الجمعيات العموميه المصيريه ان هو بيكون حاسم لامور كتيره، حتى لو كانت هذه الامور تهم عدد من اعضاء الجمعيه العموميه دعوا حتى الى غرض ما. يعني اذكر بجمعيه عموميه حمام سباحه مدينه نصر اللي رفضوا فيها ارتفاع قيمه الاشتراكات والكلام ده، وكان برضو نفس السلوك الحضاري، والمجلس استجاب وغير في القرارات بناء على قرارات الجمعيه العموميه. فده النادي الاهلي، مش النهارده ان احنا نقول ان النادي الاهلي هو اول مره ينظم جمعيه عموميه غير عاديه لحسم لائحه او حسم قرار او حسم اي موقف يخص النادي. امر طبيعي جدا انك تلاقي ناس كثيره جدا كترحى امبارح، ممكن يختلفوا على اشخاص، ممكن يختلفوا على فلسفه، لكن في النهاية هم كانوا رايحين بهدف واحد انهم يدافعوا عن الكيان بشكل كبير جدا، خصوصا في ظل ما يتعرض من مضايقات. خلينا نقولها مضايقات، ما همشيها مضايقات. ماشي. فأمر طبيعي جدا ان الصورة تكون جميلة بالشكل اللي خرجت بيه امبارح. ما عقرش صفها في اي حاجة، الامور ماشية طبيعية، ما كانش في احداث تمثل اي ازمة، كل الامور كان معمول حسابها. سبقها تجهيز اعلامي محترم، بشكر عليه اخونا العزيز الاستاذ جمال جبر. طبعا استاذ جمال جبر كان بيقوم بمجهودات عظيمه جدا. طبعا وده سبب رئيسي في الشغل، انك انت تقدر تتواصل مع وسائل الاعلام بشكل كويس جدا، وتقدر تجهز لحدث كبير زي ده بشكل كويس. لا، الاداره الاعلاميه طبعا بشكل عام بيبقى ليها دور كبير جدا جدا. يعني في تهيئه الامور كلها، يعني بالنسبه للصحفيين وكل الامور. وكمان عضو جمعيه العموميه، عضو جمعيه العموميه. انت عضو عامل، انا عارف عضو عامل في الجمعيه العموميه، وكان تواجدك اكيد امبارح وتابعت الموضوع عن قرب، يعني عشان كده بسالك. انا بقول كمان كعضو جمعيه عموميه ان عضو جمعيه عموميه عايز يعرف
مداخل اللجان شكلها ايه، الفيديوهات القصيره، التقارير المبسطه، الشرح الجميل ده كان مفيد جدا ان انا بسهل على الناس قبل ما تيجي، بديهم رؤيه قبل ما يوصلوا للنادي ان الامور هتمشي بشكل كويس. طيب. فده كان موجود بشكل كبير واثنى عليه الجميع. ما حدث امبارح امر طبيعي جدا، النادي الاهلي ما عملش جمعيه عموميه ولم تكتمل. طبيعي جدا من كل الجامعات العموميه اكتملت، ودي ثقافه موجوده في النادي منذ زمن بعيد، وامر طبيعي جدا انك تلاقي الجامعه العموميه مع هذا الحضور في يوم حر جدا، في يوم ما فيش فيه انتخابات، في يوم انت مستني عدد اكبر، لكن في النهايه حتى لو بزياده فرد واحد هي الجمعيه العموميه صحيحه مكتمله في الموضوع منتهي. احنا عارفين ان سابقا كان 12500 لكن عدد كبير اكتر، 16000 شويه حضروا، فده شيء اكيد مميز جدا. شايف العدد ده وبتفسره ازاي؟ لا عدد كويس جدا يعني انت ما عندكش انتخابات في النهايه فامر يعني طبيعي. انا قصدي بتفسر حدود العدد الكبير ده ازاي؟ يعني شايف من وجهه نظرك ايه؟ انا شايف ان ده يعني تجديد ثقه في مجلس اداره. بس هي الثقه كده كده خليني اقول لك موجوده. الميزه اللي استاذ لطفي، بس هقول لك على حاجه، هقول لك على حاجه اسمعني. طيب. هكمل كلامي واقول اللي انت عايزه. انا بجدد الثقه هنا ليه؟ عشان بس ايه، حتى لا يفهم من الكلام ولا تقربوا الصلاه. تجديد الثقه هنا معناه تاكيد الثقه في مجلس الاداره بالزبط. ان انت مفوض مننا الدفاع عن اسم النادي الاهلي في اي مكان بالزبط. وده المقصد الحقيقي من وراء الحضور بالامس. الميزه كمان عند اعضاء جمعيه عموميه في النادي الاهلي ان اي مجلس اداره، سواء مجلس اداره الكابتن محمود الخطيب في الفتره الحاليه او مجلس الاداره السابق بقياده طبعا المهندس محمود طاهر، المهندس الاكيد محترم جدا واحد الناس الجيده جدا داخل النادي الاهلي. الجيد عند اعضاء الجمعيه عموميه في النادي الاهلي ان هم خلاص طبعا انتخبوا حد، كل حتى اللي كان رافض بيدي ثقه كامله للمجلس عشان يشوف شغله بشكل صحيح. أمر ودي طبيعي. الميزه اللي موجوده عند النادي الاهلي امر طبيعي. يعني دي احنا شايفين حتى في صوره، بص دكتور المهندس خالد مرتجي، استاذ طارق قنديل، استاذ محمد جرحي، استاذ خالد الدرندلي بيهتفوا مع الاعضاء، ويعني تحس ان الموضوع يعني كلهم كده، هي دي عائله الاهلي، تحس الناس كده متجمعه مع بعض. منظر بصراحه كان حلو، الواحد كان موجود امبارح انبسط جدا يعني. امر طبيعي في ظل الظروف الراهنه انك انت بتخرج بهذا العدد، بتقر لائحتك، بيبقى ليك دستور رسمي بتعتمده من الجمعيه العموميه، غير مكلف ان انت تخضع للائحه استرشاديه قد لا تتناسب مع النادي الاهلي بحجم استثماراته طبعاً. بحجم عضويته، بتاريخه الرياضي، بحجم انجازاته على المستوى القاري والمحلي. فأمر طبيعي جدا انك انت تبدا تنقل نفسك نقله جديده بلائحتك، لتقدر من خلال الجمعيه العموميه انك انت لو احتجت في يوم من الايام انك تغير اي بند فيها، تقدر ترجع للجمعيه العموميه اللي اديتك الثقه دي وتغير اللي انت عايزه. طيب بقول لك يا استاذ لطفي، اتفضل. مش كان ممكن مجلس الاداره يعمل اللائحه ما يعرضهاش على الاعضاء ولا الجماهير، ويعرضها على الاعضاء مره واحده على طول في يعني في يوم التصويت، ما يشاركش قصدي فيها الاعضاء والجماهير؟ كان ممكن يحصل صح؟ وارد. كيف تقيم هذه الجزئيه بالتحديد؟ وارد. ان مجلس اداره النادي الاهلي قرر المشاركه مع اعضائه، اعضاء النادي الاهلي وجمهور كمان النادي الاهلي اللي هم مش اعضاء داخل النادي الاهلي، في اختيار البنود وتعديل البنود، كيف ترى هذا الموقف بالتحديد؟ بص، الفن الاداره ملوش علاقه بالصوت العالي. تمام. الاداره دي معلمه. تمام. والمعلمه دي دايما حتى في الشوام اللي بياخد لقب معلم ده يعني حاجه بيبقى كبيره جدا. فامر طبيعي ان في فن اداره موجود، فان انا النهارده بعرض مشروع اللائحه للمناقشه وبطرحه على الناس، ايا كانت البنود اللي كانت فيه، ايا كانت الاعتراضات اللي كانت فيه، احنا اللي بيعمل اللوائح دول بشر. قد يرى البعض ان هناك بندا لابد ان يكون موجودا في اللائحه، مفيش حاجه تبقى، قد يرى اخر انه لا قيمه له او لا وجود له، لكن في النهايه الناس قعدت واتفقت ان خلاص هنستبعد هذه المواد وهنغيرها بمواد اخرى، هنستفيد من مواد كانت موجوده ونبدا نعدلها وفقا للمتغيرات الجديده. تمام. اللي هي زي المكتب التنفيذي. فامر طبيعي جدا ما حدث في الماضي او في الدوره السابقه من خلال المكتب التنفيذي، فانت تفاديته في هذه اللائحه وخليت ان رئيس المجلس هو اللي يختار الثلاثه بدلا من الاعلى اصوات. فامر طبيعي جدا ان المسائل بتتغير وفق المعطيات اللي انت مريت بيها. فده
بيجنبك مشاكل كثيرة جدا انت في غنى عنها في المستقبل. فأمر طبيعي انك انت تاخد خطوة خطوة للتطوير ده، ده شيء محترم جدا، وده شيء اسعد ناس كثيرة واغضب ناس كثيرة اللي هي دايما مش حابة ان النادي يكون مستقر. لان احنا في مصر عموما الأندية المستقرة هي الأندية اللي بتشتغل بالظبط، اللي بيشتغلوا الأندية غير مستقرة هي الأندية اللي ما بتشتغلش. فأمر طبيعي جدا. لا الجميل كمان في مشاركة الأعضاء والجمهور إن تم الأخذ فعلا ببعض المقترحات وبعض التعديلات من وجهة نظر الأعضاء وجمهور النادي الأهلي. يعني الموضوع ما كانش شعار بس أو كانت فكرة كده بنطرحها وخلاص عشان الدنيا تبقى ماشية بشكل كويس والناس تفتكر إن إحنا لا، فعلا تم تعديل أكتر من 31 بند، ده بعد الاقتراحات اللي قدمت من أعضاء الجمعية العمومية وأيضا من جمهور النادي الأهلي. هو أنا هوافقك على الـ على الـ على أعضاء الجمعية العمومية، لكن الجمهور فيما يخصه هتبقى هي المدرجات. أوكي ماشي. بس شارك. يعني تعديل شارك. يعني شارك فيما يخصه اللي هي المدرجات. أيوه بس ما البند ده موجود في اللائحة. فإذا هو شارك في اللائحة. تمام. دي حاجة جيدة يعني. العضو في النهاية طبعا بيكرر الأعضاء. طبعا طبيعي. يعني. العضو هو هنا مربط الفرس بالنسبة لي. أكيد. لأن هو السلطة العليا هي الجمعية العمومية. فأمر طبيعي جدا إن أنا برجع له. كون إن أنا بحط بند جديد للتعامل مع الجمهور، ده برضو وفق معطيات جديدة انت بتدخل ليها وملف جديد انت بتفتحه، واكيد مدرك مفاتيحه شكلها ايه. أكيد. في الفترة اللي جاية هتتعامل بيه ازاي. حتى لما حبيت في الاخر توضح ان في حالة التجاوز هيتم حل هذه الروابط اللي هيتم تكوينها عن طريق النادي. فامر طبيعي جدا انك انت ماسك المسألة في ايدك تحت، يعني انت اللي مسيطر على الامر، مفيش حد تاني مسيطر عليه. بالظبط. وده كويس جدا ان احنا بناخده خطوه جديده بعد فك روابط الالتراس، بعد ما الجماهير هاجرت الملاعب، ان انا ابدا ارجع الجماهير بشكل تاني مختلف، وتبقى المساله مفتوحه للجميع بدون سن معين. بالزبط. وبدون تحديد ده لازم يبقى عضو جمعيه عموميه ومش عضو، لا يعني مساله مفتوحه. اللي حابب الكوره يا جماعه يروح يتفرج، اللي حابب الرياضه يروح يتفرج، ما تبقاش مساله كسر على فئه بعينها او على مرحله سنيه بعينها. البعض بيقول الاقبال امبارح كان ضعيف، حابب تقول لهم ايه؟ الاقبال يعني اصل ما فيش انتخابات اولا، يعني اقبال ايه ضعيف؟ انا يعني هو لو بزياده صوت واحد هو منتصر. يعني انا يعني في النهايه كسبان طبعا. لكن اولا يوم حار جدا، ما فيش انتخابات، ما فيش ما يستدعي ان انا ان الناس تتكالب على النادي، برضو محيط النادي الاهلي برضو الناس ما بتدرسش خرايط. محيط النادي الاهلي صعب انك انت يعني لولا التسهيلات اللي عاملها النادي في جراج الاوبرا وجراج الحي يعني في شغل، في منظومه ثانيه شغاله بره. لكن انك تستوعب طب 140 ألف عضو ده رقم، يعني مش معقول هيجي لك ال 140 ألف عضو، ولكن وارد حسابيا وانت بتشتغل انك بتعمل حساب انك لو جالك ال 140 ألف عضو. انت عندك كمان حوالي 6000 عضو، يعني ده حاجه ميزه. انا بقول لحضرتك لو صوت واحد انا صوت واحد عندي منتصر، لكن مش عايز ادخل المساله في حته التقليل من قيمه الحضور او الكلام ده. النهايه احنا لازم نناقش، يعني البعض بيقول يعني الكلام ده انا عايزك ترد عليهم. يعني هي مش بالميزان، احنا ما بنقسمش دول 2 كيلو ودول 5 كيلو، هي المساله ما بتتقاس كده خالص. المساله بتتقاس نسبه وتناسب، مطلوب نسبه معينه، حضره النسبه المعينه وما يزيد عنها. فما يزيد عنها ده بس الحضور قليل؟ الحضور قليل ده طبيعي. قليل. طبيعي. لا طبعا، يعني بصراحه اعضاء النادي الاهلي هي حاجه في قمه الاحترام والاخلاق والسلوك الحضاري بصراحه، اللي هم حتى بص داخلين بيه الخيمه. المظهر ده طبعا كان مع بدايه فتح الباب للتصويت على لائحه النظام الاساسي. وكمان بص فروق السن يا استاذ لطفي، يعني في ناس كبار، ناس عواجيز شويه، ناس كبار في السن شويه، في شباب، كله كان يعني حريص جدا على ادلاء صوته حتى لو وافق او ما وافقش. كمان السيدات كانوا موجودين، يعني اعتقد مظهر اكتر من رائع امبارح يا استاذ لطفي. احنا كنا سعداء امبارح واحنا واقفين، حتى على الاقل انا والله العظيم انا شفت ناس ما شفتهاش من سنه 93، يعني انت متخيل ال 25 سنه يعني فرق ما شفتهمش. يعني كان يوم جميل جدا، ان قابلنا اصحابنا
وضعنا دستور للنادي. شفنا ناس مشناش بقالنا فترة. بغض النظر بقى عن الحوارات الجانبية والتقليل بقى العدد والكلام ده، يعني أنا مش شايف إنها محور، خاصة ما بتبقى ناجح ما بتركز على النجاح اللي انت عملته. لو عندك سلبيات تركز على السلبيات، بس يعني ما تبقى موجوده، ما تبقى موجوده عالجها ان وجدت يعني. فامر طبيعي جدا ان انا ايه شايف ان ده بصراحه نقله تانية لمرحله جديده هيمر بيها النادي الاهلي، لان النهارده انت حطيت قواعد لحاجات جديده جايه في الطريق انت هتعملها. احد الـ يعني رموز النادي الاهلي الكابتن حسن حمدي طبعا كان حريص ان هو يكون متواجد امبارح، ومن اوائل الناس طبعا اللي بتكون متواجده في هذه الاحداث الهامه جدا بالنسبه للنادي الاهلي وتاريخ النادي الاهلي. كابتن حسن حمدي قيمه وقامه كبيره جدا طبعا يا استاذ لطفي. تاريخ ده طبعا النادي الاهلي واعظم رؤساء الانديه طبعا طبعا لا يختلف ذلك، يعني تختلف او تتفق مع سياسه كابتن حسن حمدي، لكن في النهايه يبقى هو رمز من رموز الرياضه المصريه بشكل عام وليس النادي الاهلي. طيب عايز اخد رايك بالتحديد في بند معين وهو الخاص بالترشح لرئاسه النادي الاهلي. كان مقتصر ما بين سن ال 40 سنه لل 70 سنه، تم فتح هذا البند بحيث ان انت قبل 40 سنه ممكن تترشح كرئيس نادي الاهلي وبعد 70 سنه ممكن تترشح. كيف ترى هذه الجزئيه بالتحديد؟ هو ما اقدرش اقول تحت 40 يعني اقل من 40 سنه ما يترشحش. لازم يعني مش ده اللي تم ده اللي تم بقى تعديله. لكن المساله تتساب مفتوحه، اللي عايز اللي عنده الامكانيه ان هو يدخل ومقاومات دي يتفضل. لكن انا وجهه نظري انا شايف ان صعب ان يبقى في شباب بيترشح في النادي الاهلي تحديدا على منصب الرئيس. ليه؟ لان في اعراف كبيرة جدا في النادي الاهلي ما تقدرش تخرج عنها. في قواعد ثابتة عند عضو النادي خلاص ما تقدرش يخطر عنها. النهارده عشان تجيب شاب، انا مع كامل احترامي طبعا اتمنى ان يبقى في موجود شاب طبعاً 40 سنة بيرقص في النادي الاهلي، دي حاجة تسعدني. بالعكس بس انا عايز اقول لحضرتك على حاجة، تواصل الاجيال ده امر مهم جدا. فرنسا بالتحديد حاجة 40 سنة تقريبا في السياسة، احنا بنتكلم في الرياضة ماشي، بس السياسة اعتقد اقوى كمان يعني. لا احنا الرياضة لها وضعية مختلفة عن السياسة. تمام. السياسه بينتخبك مواطنين، الرياضه بينتخبك مؤمنين بالشخص اللي نازل الانتخابات ده لصالح ناديهم فقط مش لصالح الدوله. لكن ما اقدرش ان انا اقدر اقول ان فرنسا ان ماكرون 35 سنه فينفع عندي 35 سنه. صعب بيبقى حسب الشخصيه. صعب. بقى يعني ممكن نلاقي شخصيه كده يعني. والله اتمنى الشباب. اتمنى طبعا. بس انا بحكم الخبره انا شايف انها صعبه. طيب. لكن اتمناها مش معارضها يعني. لكن بحكم خبرتنا في المجال لا صعب. طيب ايه المنتظر من مجلس اداره النادي الاهلي بعد اقرار اللائحه بشكل نهائي؟ مطلوب منه ان هو يبدا بقى يركز على تفعيل المواد ديت بشكل جديد. الجوانب الاستثماريه هيبقى شكلها ايه؟ الروابط هيبقى تشكيلها ازاي؟ مين اللي هيبقى مسؤول عن الملف؟ هل هيبقى مسؤول عنه مجلس اداره ولا هيبقى في مسؤول عنه من خارج مجلس اداره من اعضاء الجمعيه العموميه؟ دي لازم تكون واضحه في اللي جاي. هتبدا تتعامل ازاي مع الجمهور في الفترات اللي جايه؟ هتبدا تتعامل ازاي مع الصدمات اللي بتجي لك خارجيه بتفاجئ بيها بتسبب لك على الاقل ازمات او بتسبب لك تعطيل؟ فامر طبيعي انك انت تبدا تاخد خطوات من دلوقتي طبعاً. لتفادي هذه المطبات في المستقبل. أكيد. عشان تتفاداها هترجع للائحتك اللي هي بتقويك قدام اي مسؤول في مصر على اعتبار ان ايه السلطه العليا كانت للجمعيه العموميه طالما ان اللائحه لا تخالف الدستور في شيء. رايك في بند الاستثمار؟ جديد على الانديه. تفعيله هيبقى كويس جدا خصوصا وانت عندك ما تملكه انك انت تستثمره. تمام. فده يفرق كتير جدا في اللائحه الجديده. الرساله اللي حابب تقولها لاعضاء الجمعيه العموميه بعد اقرار اللائحه بشكل رسمي، حابب تقول لهم ايه؟ بص اي عضو جمعيه عموميه بيبقى دايما طماع في الافضل. وده حق مشروع ان انا دايما بدور على الافضل بالنسبه لي، ان يبقى عندي اكتر من 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 بند يضيف ليا، سواء بتقدم لي خدمات، سواء بتقدم لي مميزات، سواء بتقدم لي خدمه للاولاد او للاحفاد او لكبار السن. فامر طبيعي جدا ان العضو دايما طماع، عايز الافضل ويبحث طبعا عن المزيد ويبحث عن المزيد، ومجالس الاداره بتبقى جايه انها تبحث عن راحه العضو. فامر طبيعي جدا ان عضو النادي الاهلي يستحق كثير جدا
في الفتره اللي جايه ان هو يشوف حاجه. وانا شايف ان في نقله بتتم حاليا، نقله انشائيه بتتم في النادي بشكل كبير وفيها خطوات سريعه بشكل اكبر. دي يعني انت داخل على الفرع الرابع، فامر طبيعي جدا طبعاً. انك انت النهارده بتتكلم في جزئيه اولا انت مش نادي شركه او مؤسسه، انت نادي جماهيري بالدرجه الاولى، وعندك هذا الكم من الفروع، وعندك هذا الكم من البطولات، وعندك هذا الكم من الرموز اللي موجوده في مصر، فامر طبيعي انك انت تبقى مسيطر على الوضع في الرياضه الافريقيه والعربيه. طيب نقفل ملف اللائحه، نقفل اللائحه ونكمل كلامنا على الفريق الكره. الاول طبعا المقبل على تحدي مهم جدا مع فريق فاكس تيف في دوري ابطال افريقيا، لكن نروح لفاصل الاول. بعد الفاصل يكون جابوا لك النسكافيه ولا ما جابوش؟ لا نسكافيه. طيب بعد الفاصل نكمل كلامنا عن الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي واستعداداته لبطوله دوري ابطال افريقيا والمباراه الغايه في الاهميه مع فريق وفاق ستيف الجزائري مع ناقدنا الرياضي الكبير استاذ لطفي الساعان بعد الفاصل. بجد التحية بكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، لسه متواصلين معاكم من خلال برنامج كلام في الميديا، وبيشرفني طبعا في الاستوديو استاذ لطفي السعان. لكن في خبر عاجل وبيان عاجل خارج من اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب. خلينا نروح نقرأ البيان. البيان بعنوان الأولمبية المصرية تجمد مرتضى منصور وتطرح رؤيتها في آليات تعديل القانون. أصدرت اللجنة الأولمبية بيان بما أسفر عنه تشاور السيد الدكتور حسن مصطفى ممثل الحركة الأولمبية الدولية ورئيس اللجنة الثلاثية مع وفد اللجنة الأولمبية المصرية، حيث تضمن خطوات مناقشة تعديل قانون الرياضة، وذلك بعد عرض رؤية السيد وزير الرياضة على لجنة مشتركة من اللجنة الأولمبية والوزارة، ومن يرى الوزير ضمه للجنة برئاسة السيد رئيس اللجنة الأولمبية. وقد تضمن البيان الإجراءات العاجلة التي قررتها الأولمبية ضد مرتضى منصور لحين انتهاء التحقيقات معه، وذلك إزاء حالة التمادي في اختراق القانون والعصف بالأخلاقيات والمبادئ الأولمبية، وعليه تقرر نقل جميع المنافسات الرياضية خارج الملاعب الكائنة بنادي الزمالك، ده رقم واحد. رقم اثنين، كما تقرر منعه من حضور كافة المنافسات الرياضية في كافة الألعاب الأولمبية وغير الأولمبية التي يشارك فيها أو يكون طرفا فيها نادي الزمالك. رقم ثلاثة، وفي حالة مخالفة هذا المنع بحضور أي من تلك المنافسات فتحتسب النتيجة بالخسارة لنادي الزمالك حسب لوائح المسابقات في كل اتحاد. أربعة، كما سيمنح من حضور أي من اجتماعات الاتحادات الرياضية على كل المستويات، ده رقم أربعة. رقم خمسة، وسيمتنع استلام أي مكاتبات من الزمالك تكون موقعة عليها من السيد مرتضى منصور ولن تكون منتجة لسمة أثر أو نتيجة، وذلك اعتبارا من اليوم السبت 29/9
2018. تعالى كده يا بيبو. طيب ده ملخص البيان يا جماعه. لا تعليق. تعليقك يا استاذ لطفي. لا امر طبيعي يعني، وتاخر كثيرا هذا القرار، لكن لعله افضل ان ياتي بدلا من ان ياتي ابدا يعني. تمام. نتيجه طبيعيه للمشهد العبثي اللي احنا بنعيشه في مصر. طيب ده كان بيان عاجل من اللجنه الاولمبيه المصريه، وقريناه على حضراتكم في خبر عاجل جدا جدا جدا. طيب نكمل كلامنا عن فريق الاول لكره القدم النادي الاهلي. ويعني في البدايه بعد مباراه كانت مهمه جدا في البطوله العربيه ومباراه النجم اللبناني، النادي الاهلي فاز 4-1 بعد ما كان تعادل هنا في مصر في استاد برج العرب 0-0. اعتقد الامور واضحه بالنسبه للنادي الاهلي، اهدافه واضحه، الفريق بيشتغل بشكل جيد، الاداره، الجهاز الفني، كل المقومات اعتقد متاحه بالنسبه للنادي الاهلي ان هو يكمل مشواره في الانتصارات. بدايه انا عايز تعليقك عن المباراه بتاعه البطوله العربيه والنجم اللبناني، وبعد كده نخش ايه في وفاق ستيف. انا الدوري اللبناني ضعيف يعني، لسه 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 يعني بيبدا، ففي امر طبيعي ان هو ايه، هم لعبوا جوله واحده بس قبل مباراه الاهلي وكسبوها 4-2. لا تكفي ان هو يعني يكون ايه حساسيه المباراه موجوده بشكل كبير جدا. حماس لاعب النجمه هو المسيطر على الموضوع، لكن خبرات النادي الاهلي امر محسوم جدا وبشكل كبير. فامر طبيعي جدا ان انت تخرج من المباراه بهذه النتيجه، ان لم يكن اكثر من ذلك طبعا. كان في تسابق في اضاعه الفرص بشكل كبير جدا. تمام. الخبرات حسمت المباراه بشكل ده. دايما الاهلي لعب بمجهود قليل اعتقد، عشان انا جاي لك اهو بقى. يعني دايما لما يبقى اللعيب عندها خبرات كتيره بتلعب على قد المباراه بتاعتها. يعني ايه، ما بتبذلش جهد كبير على ان بتخزن جهدها ل مباريات اخرى، خصوصا ان انت بترجع من عرب هتتركز في افريقيا، وبعدين هترجع دوري، وعندك كم مؤجلات كثيره جدا. فامر طبيعي انك انت عندك صراع في كذا اتجاه محليا وافريقيا وعربيا، فامر طبيعي انك توزع الجهد بتاعك على الثلاث بطولات، خصوصا وانت بتلعب باسم ووراك خلفيه تاريخيه كبيره جدا من عدد البطولات في 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 الدوريات الثلاثه اللي انت بتشارك فيها. فأمر طبيعي ان انت تلعب بهذا الشكل او بتحقق نتيجه وبتكتفي بهذا القدر من النتيجه على اساس نقدر تقدر تحافظ على اللاعبين. الاجمل في الموضوع هو حاله الصمت اللي فيها المدير الفني النادي الاهلي. بصراحه الراجل بيشتغل بشكل اكثر من رائع مع النادي الاهلي حتى الان. يعني الراجل لم يخرج باي احاديث مستفزه او اي احاديث خارج نطاق الطبيعه. متزن. يعني 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 حتى بيتعامل مع كل موضوع في حجمه الطبيعي. لا هو بيهول من المواقف ولا بيقلل من المواقف، بالعكس. وده افضل شيء، انك انت حتى لو تاخرت شويه في فتره من فترات، لكن الحمد لله وفقت انك انت يبقى عندك حد صغار في السن برضو من المدربين اللي موجودين صغارين في السن، عنده مستقبل كويس مع فريق عنده مستقر، ما عندوش أي أزمات، أو حتى يعني مفيش حد ما عندوش أزمات أو طبعًا مشاكل طبعًا أمر طبيعي. طبيعي لكن جداً. في النهاية أنك أنت بتقدر تحتويها وبتقدر تحلها، فهذا موضوع مختلف ومش موجود. لأن معظم الأندية لو نتفرج على بقية الأندية المشاكل اللي موجوده ما بتتحلش. بالظبط. لا هو بصراحه بيقدر يتعامل مع كل الازمات اللي ممكن تكون بتواجهه، سواء غيابات، اصابات، ايقافات، اي حاجه بتتعلق بالفريق بيقدر يحلها. حتى يعني برضو الجدير بالذكر او الشيء يذكر، كان عندنا مشكله في الدفاع مثلا، جاب لعيب ما كانش جه على دماغ اي حد بصراحه، هو سليف كولوبالي، وبصراحه الراجل بيأدي بشكل اكثر من رائع، فخصوصا ان هو لاعب جيد جدا، ومستر باتريس كارتيرون عارف امكانياته كويس جدا، والاهلي استفاد منه بشكل كبير قوي، سواء من ناحيه الاهداف او من الواجبات الدفاعيه طبعا بحكم مركزه. يعني ما فيش شك هو اضافه كبيره في خطوط دفاع الاهلي، لكن اقدر اقول ان العناصر اللي موجوده برضو ليها جهد غير عادي. لما يعني مش هتقدر تقول اسمه وتسيب تاني طبعا. لا تاني. بشكل عام يعني الراجل نفسه بيعرف يتعامل مع كل يعني هو حتى لما جاب كل بالي كانت الناس كلها انت جايب لنا مدافع، طب انت بتفكر ازاي، ولا واحنا مش شايفينه والكلام ده، يعني كانت الناس بس بصة لمكان تاني، ولا لعيب عنده 30 سنه ومش عارف ايه. فامر طبيعي هنا هو فاهم الجزئيه اللي محتاجها النادي الاهلي في هذه الفتره، او يعني تحديدا التوقيت اللي هو لسه بدايته فيه. فامر طبيعي ان هو بيحاول
يوقف نفسه على رجليه بالعناصر اللي هو بيثق فيها بشكل اساسي، فبيجيبها معاه في الاول ويبدا بعد كده هو ماشي يبدا يخطط اذا كنت هغير هجيب مين هروح فين هتمشي ازاي. وساهم كمان في ارتفاع مستوى عدد من اللاعبين ابرزهم هشام محمد ميدو جابر، في اكثر من لاعب قدر ان هو يساهم في ارتفاع مستواهم. هو عجبني في جزئيه قد يكون البعض ما استوعبهاش او ما خدش باله او خد باله منها على الاقل، يعني مش هشوف انا لوحدي، يعني ان هو اول ما مسك النادي الاهلي ما غيرش من طريقه اللعب، استمر على نفس الطريقه عشان يقدر يكون، وده اللي نجحه في افريقيا وخلاه يطلع من ديل المجموعه لقمه المجموعه. فده كان مهم جدا ان هو ما يخرجش بعيد قوي او يجنح عن الاسلوب اللي متبعه اللاعبين في المباريات، فامر طبيعي ان ده ساعده كتير جدا ان هو قرب للعيبه اكتر، خد ثقتهم بشكل كبير جدا، واللعيبه بدات تتجاوب معاه بشكل كبير، وهو بدا يتعرف على امكانياتهم والمباراه الاخرى، فبدا تلاقي مره بيلعب مثلا ايمن اشرف في مكانه وبعدين يودي مكان تاني محتاجه النهارده مش محتاجه، يعني بيفتح مجالات كتيره اكتر من لاعب، خصوصا انه حاطط في دماغه ان ممكن اي لاعب من اللاعبين الاجانب يجي لهم عرض احتراف كبير في اي وقت، فقد في انهم يمشي، فبالتالي بيجهز بديل وبيحطه على التراك ان هو في اي لحظه يبقى عامل حسابه ان هو عنده البديل اللي ممكن قبل ما يفكر ان هو يشتري اللعيب اللي عنده الاساسي عنده موجود له بديل واكتر من بديل، فبالتالي دي جزئيه كانت مهمه جدا ان هو يقدر يستمر فيها. انت داخل على دوري عفوا وداخل على افريقيا وداخل على منافسات في البطوله العربيه، هتبقى المباريات اللي جايه اقوى واقوى، فامر طبيعي جدا انك انت يبقى عندك اكتر من بديل، عندك اكتر من لاعب جاهز عشان تقدر تريح اكتر من عنصر تقدر تستفيد بيه من عرب لافريقيا للدوري. عندك ميزه كمان ان هو متزن في تعامله مع اللاعبين يا استاذ لطفي، ده شيء كويس طبعا، ده بص اي واحد واثق من نفسه بيبقى عنده هذا التوازن، فامر طبيعي جدا ان هو يبقى ناجح مع اللاعبين. وكمان ما بتدعمك اداره وما بتتدخلش فنيا في الامور ديت، فامر طبيعي انك انت بتبقى حاسس انك انت صاحب هذه الفرقه، فبتتعامل معاه بشكل احترافي بشكل ايه اوسع. ده سبب النجاح دايما في اي مكان في كوره، خصوصا انه معاه يعني مدرب برضو كبير جدا كابتن محمد يوسف، يعني اخر مدرب جاب لنا دوري ابطال افريقيا يا جماعه، ان شاء الله يكون وش خير جو ربنا يوفقه يعني 2013، فاكيد عنده خبرات كبيره جدا مع الفريق مع اللاعبين، خبراته الافريقيه دوره كبير سواء مدرب عام او مدير كوره كمان. هنا كان النجاح بالاضافه لبقيه الجهاز معاه، هنا كان النجاح في اختيار بالظبط كابتن محمد يوسف، ما احنا بنقول جو لما مع بعض، لكن كابتن محمد يوسف اختياره كان موفق جدا، لان طبعا قريب للعيبة، حافظ الفرقة كويس جدا، حقق نتائج طيبة جدا، حقق بطولات مع الأهلي، فأمر طبيعي أنه هو كان اختيار موفق أنه يكون مع الراجل، خصوصا الراجل جاي وهو بعيد تماما عن النادي الأهلي. صحيح لعبه مع وادي دجلة، لكن في النهاية مش قريب من العمق والتدخل مع اللعيبة زي الكابتن محمد يوسف، هو كان اختيار صادف أهله بصراحة، وده شيء يعني احنا متعودينه، يعني في بنشوفه في النادي الاهلي ان هو دايما بيدور حسب المدير الفني اللي جاي بتقدر تجهز الجهاز اللي مناسب ليه طبعا. طيب نتكلم بقى عن مباراه وفاق ستيف، هذه المباراه الهامه جدا جدا في مسيره النادي الاهلي الافريقيه، خطوه ان شاء الله يعديها النادي الاهلي عشان يبقى متواجد في النهائي. اكيد المباراه دي اهميتها تكمن في ان انت بتواجه فريق من شمال افريقيا وبالتحديد كمان الجزائر، بتبقى مباراه صعبه قوي، فريق وفاق ستيف طبعا فريق محترم قوي. شايف المباراه دي ازاي واستعدادات النادي الاهلي ليها شايفها ازاي، ومطلوب ايه كمان من الجهاز الفني واللاعبين في مباراه عصيبه ومهمه زي هذه المباراه؟ هو بعد رادس خلص الكلام، لان ازاي ان هو انت راجل بتلعب على اللقب ده، ما فيش ما بتفرقش ما بين فريق شمال افريقيا او اي حاجه، او انت خلاص انت ماشي في طريقك تمام، هيجي لك اللي هيجي لك هتتعامل معاه، فامر طبيعي جدا ان فوزنا على ترجي في تونس ده مديك دفعه كبيره جدا. ليه بقى؟ لانك انت فرق شمال افريقيا كلها هي نفس السيستم سواء النفسي او الفني او البدني، فامر طبيعي لما بيلاقي النتيجه ان انت بتكسب في رادس فهو عامل لك حساب بشكل كبير جدا مع فرق الامكانيات
الفنية بين لعبتك ولعبته، لكن الحماس بيغلب على هذه اللقاءات بشكل كبير جدا، خصوصا الزعامة الإفريقية لدول الشمال. فأمر طبيعي جدا أنك أنت هتلاقي مباراة محترمة، لكن عوامل خبرات كتيرة جدا تقدر تساعد. كان عندنا زمان أكيد أنت عارف يعني عقدة من الماتشات مع شمال أفريقيا، بس الله يبارك له بصراحة ربنا يمسيه بالخير مستر مانو الجزية هو اللي فك العقدة دي شوية لما جه طبعا مع النادي الأهلي في أول فترة وتاني فترة وتالت فترة. دلوقتي الموضوع بقى مش زي زمان إن إحنا قلقانين، هو طبعا في قلق لأن أنت بتلعب نص نهائي، ده طبيعي، لكن عندك ثقة كبيرة جدا إن أنت ممكن تكسب المباريات دي عادي هناك كمان في سواء الجزائر تونس المغرب كمان. لازم تبقى عامل حسابك وخايف من الخصم اللي عندك، لان لازم تبقى عامل حساب، لانك لو استهترت بالخصم خلاص خرجت من تركيزك في المباراه. فامر طبيعي انك انت تبقى مركز مع الفريق بشكل كبير جدا. والفرق دايما اللي ما عندهاش حاجه تخسرها بتبقى اصعب مواجهتها من الفرق اللي عندها حاجه تخسرها. فبالتالي دي خطوره وفاق سطيف في هذه المباراه. اكيد. فاحنا واكيد الطموح كمان عندهم زاد، الناس دلوقتي متواجدين في قبل النهائي يعني. امر طبيعي قبل النهائي، وفي نفس الوقت بقابل النادي الاهلي بتاريخه العريق، فامر طبيعي جدا ان انا ابقى عامل حساب كبير جدا للفريق بشكل كبير، خصوصا ان احنا بقالنا كتير ما قابلناش فريق من الجزائر كمان يعني، بقالنا فتره الاهلي ما قابلش فريق من الجزائر، فيعني اعتقد مباراه من هنا كمان تزداد صعوبتها يعني امر طبيعي انك انت طبعا عشان ما بتقابلش فرق جزائريه بتختلف شويه لما بتيجي تواجههم، لكن في النهايه البطل دايما ما بيدورش طبيعي على على مناطق معينه اللي يقدر يلعبها. دي ميزه بتبقى موجوده عندك. امر طبيعي انك انت تقابل اي فريق من الجزائر، امر طبيعي انك انت يبقى عندك الحافز، امر طبيعي ان هم يبقى عندهم الحافز، امر طبيعي ان هم يبقوا متنمرين بيك طوال الوقت، امر طبيعي انك انت تحسم امورك كلها في القاهره يبقى شكل افضل شاء الله. كبير جدا شاء الله. حتى ان انت الماتش العوده يبقى انت على الاقل بتلعب مستريح بدون شد وبدون توتر، وتبقى حسمت الامور بشكل كبير جدا انك انت تكون موجود في النهائي. متفائل يعني؟ طبعا متفائل، مفيش يا رب ان شاء الله. اتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في بطوله دوري ابطال افريقيا، هذه البطوله الغائبه عنده لاعب بطولات النادي الاهلي منذ فتره كبيره، 5 سنين بالنسبه لنا او بالنسبه لكل الاهلاويه يعني كم كبير جدا من السنوات. ان شاء الله النادي الاهلي يقدر في النهايه برضه مصر يعني، مصر طبعا البطوله بتجمع مصر اكيد، النادي الاهلي ده طبيعي طبعا يعني، النادي الاهلي النهارده والنادي المصري بيمثلوا مصر اكيد، مش بيمثلوا اكيد. نتمنى كل التوفيق لكل الفرق المصريه بشكل عام. لكن واحنا بنتكلم عن البطوله الافريقيه، رأيك إيه في العقوبات اللي وقعت على النادي الأهلي امبارح؟ $20,000 غرامة على النادي الأهلي، وإيقاف أو مباريات هتتلعب من غير جمهور، بالذات مباريتين بالتحديد في حالة تكرار الموقف يعني، مع إيقاف التنفيذ يعني. شوف أنا في تعليقي على بيان اللجنة الأولمبية المصرية قلت إحنا بنعيش حالة من المشهد العبثي في الرياضة المصرية. عبثي. عبثي طبعًا. فأمر طبيعي جدًا إن أنت ما زلت تتعامل بعشوائية في إدارة شؤون الرياضة المصرية. بس خليني أقول لك برضو إن القرار جاي من كاف. أكمل كلامي. مقول الرياضة المصرية بذكر كرة القدم أولاً لأنها طبعاً اللعبة الشعبية. أكيد. فأمر طبيعي إن أنا بقى النهاردة حتى هذه اللحظة كرة القدم لم تحترف بشكل إيجابي في مصر. أمر طبيعي إن أنا أوصل له النهاردة إن هو ده حالة السكون والخمول اللي موجودة في اتحاد الكورة اللي هي وصلتني لهذا الأمر. اللي هو بيرقصه المهندس هاني أبو ريدة عضو الاتحاد الدولي. فأمر طبيعي النهاردة إن أنا عندي رئيس اتحاد مصنف إن هو العالمي اللي موجود في مصر النهاردة، وأنا بأعاني الأمرين في الرياضة المصرية أو تحديدا كرة القدم اللي هي تخصه، لكن وعندي رؤساء اتحادات دولية موجودين في مصر وهو برضو لم أستفد بيهم بالشكل الكافي. فهنا أنا يعني من وجهة نظري على المسؤولين عن ملفات الرياضة في بلدنا انهم يبداوا يجهزوا خليفه هاني أبو ريدة في الاتحاد الدولي. يجهزوا خليفه هاني أبو ريدة لابد. ما تستناش دايما انك انت تبقى على المحك في لحظه ما تلاقيش حد. لازم يبقى عندك من النهارده انك انت بتجهز واحد واثنين، يبقى في واحد في افريقيا وفي واحد في الاتحاد الدولي، ولازم تبدا تجهز من دلوقتي مين الكفاءات اللي تقدر تترشحها، مين اللي يملك ان هو يقدر يكون موجود، والاثنين لازم عايزين لغه
يعني امر طبيعي جدا يعني. فامر طبيعي ان لازم نفكر من دلوقتي من هو من سيخلف هنا بوليده في الاتحاد الافريقي او في الاتحاد. طيب بعد العقوبات دي رسالتك لجمهور النادي الاهلي ايه في مباراه ان شاء الله يوم الثلاثاء امام فريق او فاكس دي؟ والله انا يعني الجمهور دايما عايز فريقه تكسب اكيد، الهدف الاساسي بالنسبه الهدف لنا. الاساسي ايا كانت العقوبات وايا كانت التوجهات وايا كانت الخروجات اللي حصلت في المباراه السابقه، ده نتاج ان نظام التعامل مع الجمهور مش طبيعي ومش منطقي. فطبيعي انه يحصل صدمات بهذا الشكل اكيد، وده مش مطلوب في الكوره دلوقتي، لان انا لسه بقول بشم نفسي بقول ارجع الناس تاني للكوره من جديد. فببدا ان انا يعني انت شايف اللي حصل من جمهور النادي الاهلي ده رد فعل؟ هو طبيعي رد فعل، طبيعي رد فعل، لكن انا مش عايز اعيش دايما على رد الفعل، انا عايز اركز مع فرقتي. ايوه، فامر طبيعي. هقول لك على حاجه قد تكون مهمه جدا في عز ازمات النادي الاهلي، الجمهور كان بيوصل رسائل واضحه جدا وصريحه صح، دون صح ان يطلقها صراحه صح، وكانت عباراته الضمنيه توحي بفهمه ووعيه لكافه الامور طبعا، فده يديك احترام لاي جمهور بيحترم ناديه بهذا الشكل. لكن احنا بنمر بمرحله صعبه جدا هي مرحله عوده الجمهور او لا عوده طبعا. فانا ما اتمناه النهارده ان احنا يعني شيء من الهدوء شويه، ناخد نفسنا ونبدا نفكر ان احنا يا جماعه تركز مع فرقتك، تاخد بطولتك، تحتفل بيها، نفكر نرجع الجمهور بشكل اكبر من كده، عشان احنا مش مستمتعين بالكوره لان مفيش جمهور. طبعا طبعا اكيد، ده امر طبيعي. فالنهارده انت محتاج تطور كل ده عشان تقدر تسوق اكثر للبطوله، يبقى الدوري المصري له في القيمه التسويقيه اعلى من دوريات. احنا ما صدقنا خلاص ان الجمهور رجع، وكمان يعني هي رساله اكيد لجمهور النادي الاهلي، وانا يمكن قلتها في بدايه الحلقه، ان احنا هدفنا كلنا ان النادي الاهلي يحقق بطوله دوري ابطال افريقيا، ومش عايزين اي حد يقف قدام هذا الهدف وهذا الحلم، مش عايزين ندي فرصه لحد من خلال بعض الهتافات اللي ممكن تتقال داخل المدرجات في الملعب او كلام من ده. احنا علينا كلنا ان احنا نآزر فريق النادي الاهلي كمصريين بشكل عام، وتحديد جمهور النادي الاهلي بشكل خاص، نركز مع فريق النادي الاهلي، وان شاء الله يكون جمهور النادي الاهلي هو العامل رقم واحد في تحقيق النادي الاهلي بطوله دوري ابطال افريقيا. تتفق معايا استاذ لطفي؟ اكيد طبيعي، يعني انت نادي القرن، فامر طبيعي جدا انك عندك الافضل في كل شيء، يعني ما انت ما خدتش اللقب من فراغ يعني. طيب طبعا يعني خلاص وقتنا انتهى للاسف يا استاذ لطفي، الحوار معك اكيد كان ممتع، بشكرك طبعا على تواجدك معايا النهارده. انا اللي بشكرك وسعيد بيك، وربنا يوفقك دايما ان شاء الله. ربنا يخليك. طبعا نشكر استاذ لطفي السعان الناقد الرياضي الكبير، اتكلمنا في العديد والعديد من الامور الهامه بالكره المصريه بشكل عام وبالنادي الاهلي بشكل خاص. دي كانت حلقتنا النهارده من كلام في الميديا، انتظرونا وحلقة جديدة غدا إن شاء الله هكون معاكم الساعة 5 لغاية الساعة 6:30 في حلقة جديدة من برنامج كلام في الميديا. إلى اللقاء.